السلام عليكم ورحمة الله. مع بعض النهاردة هنعمل كفتة الفراخ المشوية، ان شاء الله هتبقى اطيب كفتة ممكن تعملوها. هنشوف مع بعض المقادير والطريقة. عندي المقادير 400 جرام من الفراخ المفرومة، معلقتين كبار من الزبادي، معلقتين من النشا، معلقة كبيرة من البقدونس، معلقة من المستردة، 3 فصوص ثوم، والتوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وكزبرة وسماق. هنبدأ نخلط في الكبة المكونات دي كلها مع بعض، الفراخ المفرومة مع المستردة ومعلقة كبيرة من البقدونس، لو انت حابة تزودي كمية البقدونس عن كده، وهضيف الزبادي والنشا والتوابل. ان شاء الله المقادير كلها بالكمية هكتبها في صندوق الوصف وهضيف التوابل. بعد كده هنخلطهم كويس مع بعض لحد ما تبقى عندي زي العجينة، تحس ان هي عجينة ملزقة شوية. هنحطها في طبق وهنبدأ نشكلها. علشان اشكلها هحتاج مية بصل، بصلة مبشورة، وهعصرها وهاخد المية بتاعتها. وعندي هنا اسياخ الخشب نقعها بربع ساعة في مية. هنبدأ نبل ايدينا بمية البصل وبعدين نشكل الكفتة حسب الحجم والشكل اللي انت عايزاه. انا هعمل هنا الصابع كبير شوية. المية البصل هتديلي نكهة في الكفتة وطعم، وفي نفس الوقت هتسهلي ان انا اشكل الكفتة. لو مش حابة مية البصل ممكن تستبدليها بزيت الزيتون. انت هتحسي وانت بتشكلي ان العجينة لينة خالص في ايدك، لكن هو ده قوامها، وان شاء الله اول ما بتحطيها على الشواية بتظبط معاك. عندي هنا الكفتة خلاص، مية البصل اللي باقية هضيف عليها معلقة من زيت الزيتون ونص معلقة من الكاتشب او صلصة الطماطم، وهستخدم الخليط ده ادهن بيه الكفتة على الشواية. عندي هنا الشواية او الجريل، هضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت وهسيبها لحد ما تسخن خالص والزيت يسخن عندي. بعد كده هبدأ اضيف الكفتة. انا عندي الكفتة على نار وسط علشان عندي الكفتة حجمها كبير شوية، فهشويها على نار وسط. هسيب النار عالية لحد ما الشواية تسخن، وبعد كده هديها على نار وسط وابدأ اشوي الكفتة. لكن لو انت عاملاها حجم صغير هنشويها على نار عالية. واول ما نحطها هنضيف عليها الخليط اللي احنا جهزناه مع بعض. هتاخد حوالي كده 3-4 دقايق. هنقلبها الناحية التانية، او اول ما تحس ان هي اتحمرت هنقلبها الناحية التانية، وبعد كده هنبدأ ندهنها تاني بالخليط، مية البصل وزيت الزيتون والكاتشب. انا عندي الاطراف، الكفته اللي على الاطراف لسه ما اتحمرتش علشان الشوايه بتبقى كبيره شويه على عين البوتاجاز، فهم يعتبر بعيد شويه عن النار. بعد ما هنقلبهم وندهنهم بطبقه بخليط ميه البصل هنغطيهم دقيقتين ثلاثه بس علشان يستووا كويس. وعندي هنا الكفتة عشان انا عاملاها كبيرة شوية، فهيبقى عندي اتحمرت من فوق ومن تحت والجوانب لسه، فقلبها كده على كل جانب نص دقيقة بس هتكون اتحمرت والكفتة استوت عندي. عند خلاص الكفتة استوت بقت جاهزة، هي بالظبط خدت عندي 13 دقيقة بس، دي علشان حجمها كبير شوية، لو اصغر من كده هتاخد وقت اقل من كده. وصفة سهلة وبسيطة وطعمها رائع، اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. مع الف سلامة.